وش ذا الابداع يا حبيبي؟ وش ذا الابداع النوسه؟ والله الرقصه ذي كنت برقصها في حفله مشاري، بس قلت ما له داعي. شفت سعد قحطاني قلت لا. اي صح صح رقصت صح رقصت على الله من يقدر عليك. نواف جاء ما ادري يا اخي، ما حد فتح باب قفله، ما ادري خلف، ما ادري راح اختفى يا اخي. خلف عنده فلوس واجد يا اخي، ابي يدعمني ما يدعمني. ايه ما عنده خلف يدعم. انا عارف شو مذيع ماسك المايك. شفته شفته يا اخي، برنامج هو ترى حفل. وين الرقص وين الوناسه؟ كله مشاري يا اخي. والله شفت شفت اللي سواه مشاري، بسوي عكسه كله بحفلتي. انا احس انك تطلع شيء جميل والله. صدق احس حفلتك ترند 10 سنوات. شوف شوف انا يا شيء مغربي زي كذا. شوف شو مغربي كذا. بسم الله على انفاسك، بسم الله الله يخليك، بسم الله على صدرك، الله يخليك. شوف طاحت طاحت، بس مو نفس الفرقة، بس نفس الفكرة. يشيلوني كذا على شيء مغربي. الفكرة الثانية هذه كنسلها، هذه كنسلها. اي الفكرة الثانية عرس شعبي مصري. تكفى كذا. ايه كذا فرشات. عرفت الفرشات؟ فرشات حمر وكذا. ايه السلام عليكم. هلا والله. عليكم السلام، يا هلا وسهلا. الحمد لله، ايش اخبارك؟ موضوعنا نكمله بعدين بعدين عشان ما نخرب المفاجأة. اوكي اوكي. ايوه كيفك قدير؟ اسكت يا اخي قلنا بعدين. شخبارك؟ الحمد لله كنا بعدين. هلا والله. انس بغيب اليوم تخيلي. ايش؟ بغيب. على اساس انه خبر مفرح عشان تقوله لنا. اي بقعد معكم مرة تفرحون. سلطان ليش ساكت؟ ذكرت يوم يقول منوره فلانه. ايه مين نبيك؟ مين نبيك؟ ها سمي. انا احس انا بيكم. ما احنا ما نبي. طيب تقدر تتفضل. وشو اداوم؟ اعتذرت خلاص. اعتذر عذر سمين، عذر سمين. بعدين انت كل يوم بروك كان اذا جيت تسوي اشتراك نتفليكس. يا متخلف هذه ما هي بروك. كل يوم اجيهم بشكل. يا الله يا انس والله. خلاص جبت دبه ثانيه. والله كل يوم بروك، كل يوم بروك، كل يوم شكل. هذه مو بروك يا متخلف. ها وش هذا يا جل؟ هذا صدقي؟ هذا شعرك صدقي؟ وش مداه نبت؟ وش السمادر تستخدمينه؟ ما ادري. شوف مريم جت، مريم جت زيت بعلله بعدين. هاي هلا وسهلا. اهلين. هلا والله. يا هلا يا هلا. اعرفك مريم على الاستاذ سلطان. هذا بفضل قلك. هلا وسهلا. انا سان داخل افوز عليك وامشي. انت فايزه بكل شيء وقفت على الجوله. دقيقة دقيقة. اليوم وطني، اليوم وطني ما جاء للحين. اليوم وطني. اي لحظة ذكرت انا شيء. كيفك غدير؟ اعرفك على غدير. اخبارك مريم؟ الحمد لله كويسة. تخيلي لي مريم اليوم انا غايب. غايب وين؟ في الجامعة؟ ايه مسوي شيء. ليه؟ والله قلت ابي اقضي معكم الوقت. وش ذا الاستهتار؟ ولا عندك لا عنده شغل، عنده شغل اليوم هو، فقال يعني الحج حاجة يعني. مريم 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 ما سلمى كروس وريف تقولها من قلب وحماس كذا. الله يسلمك. انا على حسب الوجه والله. الوقت اخش مع غدير والله ما اتكلم بحرف. انا ما اعرف من غدير بس يا اخي ما ينفع تقول كذا يا اخي. لا صديق صديق بس وجهك كذا مريح. احس انت لو غدير عرفتك من اخر بث. ها يعني ايش هالطق بلد؟ دقيقة دقيقة. استاذة استاذة مريم ما يقصدك هو، هي تقصد بس انس برا. بس اهم شيء غدير مو شوف ما ننشر غسيلنا الحين في النساء ناس غريبين بعدين. لا هو حلاوتها قدام الناس الغريبين عشان يعرفون حقيقتك يا فرحة. غدير لا تعاملي بالاسلوب ذا. اص مش بتسوي يعني بتداوم غدير؟ غدير اسحب الباروكة. ترى ما عرفت فيه انا شرس مع ذا. اسمع غدير غدير الموضوع هذا حلو حلو بعدين حلو بعدين. استاذه مريم تو صاحي من النوم روقه تفضل. لا توني بنام. يا ليت توني صاحي من النوم. توقف تحبث انت توك تخيل تبغى تسمعين الضحكه الجديده. صاحي من النوم تبغى تسمعين الضحكه الجديده؟ اي
تخيل تقول انا فاتحه بث انا قلت لها ليه انت اكتف لك يومين تفتحين؟ تقول والله حبيت اسال مع متابعيني. السر كان يقول كذا. والله انت تشوفني ادخل كل يوم ساعه كل ايام حياتي ولا يعني انت فاتح بث ليش انس؟ اسال مع متابعيني. بعدين انس ليش غايب صدق؟ غايب يا اخي وش اللي هي غايب؟ الكرسي لك؟ اذا غبت لا قلت لخويي احجزه بعدين انت غبت بعدين عندنا يوم مفتوح اليوم عندنا يوم مفتوح وش يوم مفتوح؟ مدرسة هي حتى المدارس توقع بطلوها يوم مفتوح سلامات الا قالوا تيشر قال تومورو يو ار قال لي يوم تومورو يو ار داي اوبن ها؟ قال لي داي اوبن يوم مفتوح داي اوبن يحق لك يحق لك صح 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 غدير صح غدير صح انا اشوف ان كلام انس صح وخلوه على كيفه يا جماعه خلوه على كيفه وين عندك اليوم يوم ما ما, ما شفتوا ما شفت الرقصه الصينيه صينيه هي ولا كوريه اي كوري كوري ما شفتوها اعلان تمر ماس عبد الله شوف 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 تفضل تفضل يلا كذا مره عيدها دقيقه شوفي شوفي اذا عندك شيء ثاني اذا عندك شيء ثاني طلع عادي ابشر ابشر انا بقلبك سلطان نزي شوفي مريم شوفي بس مريم نطلع احنا يعني ليش خلا شوف اسمه غدير من الحين ما يمون على مريم فبكل شيء مريم خلي خلي لا القهوة هي أول ما تعرف الميانة الظل شوف الظل شوف الظل شوف الظل الرقصة بالظل رقصتك على الظل ولا يلا يلا اللعاب بالنظارة غدير 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 كلش الان يا غدير سويت لكم فيديو شفت 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 طلع 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 فيديو تريكس باور طلع 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 مريم لا 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 اللي قبله اللي قبله اللي قبله اللي قبله اللي قبله هذا بسانس عشان ذكرت اسمها لو داري كل شوي يقول اسمك انا لا انا ليش تقول ما فضفض لها لا تخلينا نطلع الحقائق لا لا والله والله فضفض لها وش سالفه غدير فضفضي فضفضي الله يقول انا ما عاد اثق لا لا بقول لك مريم والله غدير من الناس اللي صدق انا فضفضله بالليل والله صدق يعني فهمت كيف اقول لها قصات اليوم والله طفش سمير زعلان مني ما ادري وشو كذا طيب وهي شكلها حامد كبده وهي تسمع لك صح؟ اي حامد كبده طفشتها من الحش غدير غدير احد تهم كبده من انس يا اخي دق علي فضفضلي دق علي فضفضلي يا حبيبي دقيت عليك دقيت عليك ما يرد ليه؟ مين ما يرد؟ أكيد بيرد. أنت ما ترد. صح؟ أنا ما رد عليك يا أخي لا تدق علي. مشاري ما يرد والله وأنت ما ترد دقيت عليك قبل حفلة عززوا أقول لك بتحضر قلت أنت ما رديت. أنا مثبت محادثتك أول محادثة عندي كيف ما رد؟ أخس. والله. أجل شكلي ما أدري. شكلي دق على سلطان ثاني. لا أنت ومشاري أدق عليه وللحين سهم رصاصي شكله بيرد. لا شكله مشغول الفترة لا عندنا تسليف جديد حق سناب زي كذا معلق لا لا يا جماعة تبون تركيز ايه تدرون مريم عنا عالنا المرسيدس ومزراتي وكرته معلنة لهم ما شاء الله اي معلنة لهم وتقول انا يعني انا ذيك مرة قلت نفتخر فيك كشاب سعودية يعني مشرفتنا الله فخر والله فخر وحنا غدير تسوق لي الله يسلمك احنا نفتخر فيك كشاب احنا نحتفل فيك كشاب لا 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 تفتخر لا تفتخر كشاب سعوديه اما غدير نختفر فيها كشاب نار نختفر لا تفتخر ايش فيك انا غدير انس حرام من قبل صديقتي والله انا صديقتي كذا معها ليه خلوه والله تدرين يا مريم انهم يشبهونهم في بعض مين ومين؟ أنس وغدير بس أنا قبل الدبل هي بعد
وش سالفة الدبل؟ أي دبل؟ ما طلع عليك دبل الحين؟ وش يا جماعة انتبهوا من جحفل انتبهوا. الدبل هو فهمت كيف؟ تدبل السكور. جو 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 يا جماعة يا جماعة مين مشغلها ذي؟ آه غدير قالها بدق بدق بالغنية. أوكي ما قلتها أنا أوكي 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 أحكامك 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 أنا وبحبك وحشتيني بحبك وانت نور عيني أطفأ لا أصفق أم الخوذ اللي لابسها أطفأ خلوه يا جماعة خلوه إيش فيكم طلع طلع لي في خاطرك قول قول لا 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 طلع لي في خاطري طلع في خاطري صلاة صلاة الفجر أذن أنا أصلي لي في خاطرك هذه نهاية مشاعري هذه نهاية إنه شفاف شفاف بعدين شيلوا كلمة بحبك طيب بس وحشتيني قصاتنا حلوة طيب اسمعوا مريم أحكم عليهم إيش إيش اللي مريم أحكم عليهم أنا أسكوري تونا انت ضار الغره خشت على عينك واخري الغره من عينك عشان تشوفين الفرق خفيف ترى ما قلت انها جوله احكام ما ادري لا بالله يعني نلعب جوله حبيه صح 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 بدينا كذي كذي بدينا كذي كذي مريم ها ما قلت مريم شوفي انا احترم جمالك بدينا ما له دخل ما له دخل ما له دخل لا بس تعلم نفسها لكن مو من الجوله ذي بلغ شو والله ما تدري يعني يلا يلا خلاص شوف ايش نلعب جوله ثانيه نلعب جوله ثانيه يلا وراك شيء انس؟ ابد بكره بث الفجر بكره مو ورانا شيء هذه هو احترينا ابو نور كلكم صاحيين ولا مواصلين زيي ولا شو وضعكم؟ لا والله انا توي اقوم وقلت للتيتشر وريتها بث سلطان مشاري قلت له تيتشر كان اي جو وذ وذير قال لي يو جو يو كانت جو حلو ايش الدكتور الفله؟ ذا التيتشر الفله لا تقول اسمه داعم اخاف اقول اسمه اقطع رزقه لا عاد تخيلوا امس امس درسنا امس درسنا تخيلوا قال لي قال لي قال قال لا تيتشر قال لنا اشرحوا عائلتكم يعني قسموا عائلتكم اوكي الزبده واحد من الطلاب قال انا بشرح قال اوكي قال ابوك قال اسم ابوي كذا قال امك قال نو تيتشر نو اي كانت وجلس رحت انا وقلت قلت حصه كذا فهمت كيف قال أم حصة كتب والطالب حقي داري علمت على اسم أم الولد أنت اسم أمه إيه بس اسم أمه صدق حصة بالصدفة لا ما أنا قلت صدفة كذا فهمت كيف وطلع صدق اسم أمه حصة سبحان الله أرزاق 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 والله حقد علي أرزاق أرزاق يا جماعة الخير أرزاق أنا سأعطينا صفة أحلى فهمت مريم ليه مريم روح 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 خلاص روح روح يلا اللي بعده اللي بعده ترى دخلت الجامعة عشان محتوى وش صار بعد بالكلاس ليش اليوم كنت معصب وانت على صوت فلا ها فرصان صير ايش ايه ليني كنت ليه؟ طالع على بثكم والدمع بخدي ليه تخيلي مجمعين لا يدوم كنت اداوم بس فتحت بث اللي هو ومشاري وسويمي وفهد وخلف ونواء سبايكي سبايكي الصبح بس والله كان بث والله ما نقص الا انت والله انتم ما تعزمون وش ما نعزم احنا كلنا مجتمعين في الصدفه اصلا ما له دخل يا انس صدفه اي صدفه على الباب يا جماعه اذا انفتح الباب ما توضح الكاميرا نفس صدفتي ما تخلص الا واضح يا غدير ترى المرايه عكس على الباب اذا ما تبين اي بس اذا احد فتح الباب الباب يغطي على المرايه بس اني بلفها آه صح على طال المرايه على طال المرايه مريم شوفي شفتي مرايتك الجديده اشوف امدحي مرايتها مريم مريم امدحي مرايتها الله مره حلوه دقيقه باقي ما صورها باقي ما صورها دقيقه يا كذاب مره حلوه واضحه دقيقه يا كذاب اي شوفي 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 شوف شوف البشوت شوف البشوت مرة حلوة في غبار هنا ما نظفته ايش بس الجلسة في غبار هنا نسيت نظفه اسمع وش ذا المايك ذا وش وش ذا المايك مايك
النوشة تغني بالمايك. والله شكلك كان زمان حلمي أصير رقاصة. شكلك كان صادق. ليه وش في صدق تغني وش مايك؟ يعني حسين جسم رقاصة احترمي نفسك. صعد الموضوع صعد الموضوع. أنا سنت بعدين تقعد تغني لحالك في الغرفة. إيه أنا اللي أناظر نفسي بالمراية ساعة عشان أشوف الجثوم. وش أكثر أغنية تغنيها طيب؟ أعتذر لما سمعني. إيه غناها ذاك اليوم والله. إذا غنيتها فاجأني. والله صوتك فاجأني والله. مشان يقول لي. قلت أعتذر لما سمعني سلامي ما تأثر. بس اسمع. يلا أرجع أغنيها النوسة. كيف صوت عبد الوهاب؟ أنا بعرفكم عليه. أدري بس كيف أسألك عليه حلو؟ أكيد. ما أنتم شاري بدون يضيعون. أكيد. الفرقة أنا معرفكم عليها. عبد الوهاب أنا معرفكم عليه. بس مشاري حلوة حركته سوى نفس ما سويت أنا. تخيلي في مطرب اسمه عبد الوهاب عزمته قلت تعال تعش بحفلتي السانس يوم جاء أعطينا مايك. قبل لا يجلس. وش مغني؟ لا يعني هو عازم عشان يغني حتى لو مغني بس يعني لا لا لو عزمت لو عزمت على اساس انه يغني بياخذ فلوس فقلت له تعال تعش جيب لنا المايك ومشاري سوى نفسه وغنى اسمع عبد الوهاب ترى موجود عبد الوهاب ترى موجود انا والله انه غنى تصدق لو انا بدال والله ما غنيت قاعد يدعمني بجروب وين عبد الوهاب نمزح نمزح ما نقصدك شيرين عبد الوهاب نقصد اه شيرين عبد الوهاب جبنا شيرين عبد الوهاب سمير نفس القصة نفس الطول صبر الله أرحب أبا 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 منو أرحب أرحب من ذا وحنا خلونا نتحمس غيره الثاني الباقي عند سلطان سلطان تفضل شحك الحمد لله الباقي عند سلطان سلطان شحك كامل ليش ليش كذا نسلحكم ابي اشوف مريم دور كذا فهمت شريره شريره مريم انت انا ما ادري اول مره ادخل مع مريم مش تنفذين احكام مريم احس هي اللي تجي وترجع تعلم عن نفسها ما نفذ ولا شيء لا لا صدق على كيفك ما تحذرون شيء روحي بثي السفاري والله ما تجبني احكام روحي بثي السفاري ايش ايش بثي السفاري ما تنبغي خلاص احكم 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 عليهم احكم عليهم كلهم انت يلا خلاص الحكم الثاني كل وحده تربط شعرها كذا قرنين وبنحط لكم اغنيه نفس بيبي وتقولون كذا سلطان احكم الله يخليك يا سلطان تكفى احكم ما تقدر تربطين بطيح البروكه الحكم الاخير يا جماعه الخير خمس مرات بيكابو يلا وش ذا؟ يا اخي شو ذا الاحكام؟ منفزين علينا اعطونا حكم زي الناس في العالم. هذا حكم زي الناس في العالم عندك ثلاثة. اعطونا حكم زي الناس في العالم. مثل خمس مرات بيكابو مع بعض الله يحفظكم، ما تعرفون ايش بيكابو؟ الدوسري. لا ما نعرف اخ سلطان ايش يعني بيكابو؟ هذا بيكابو. الا تعرفين الله يحفظك يلا. صح كذا بيكابو. بس بس. اي بس انك باداء باداء كذا بيكابو يلا اي بس اقول بيكابو اي مريم ترى تفضلي تراك مو معزومه معنا الله يحفظك اي حكم رهب تفضلي يا غشاش يلا تفضلي يعني مشاري سوى الحين معطيك حكم خفيف تقول لي غشاش مشاري قال بيكابو حط احكام ثانيه طيب انا ما احب امثل معك دقيقه دقيقه مشاري قال بيكابو اي قال افا ابو نواف نواف يدري عادي 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 بيكابو ايش فيها وش بيكابو ترى عادي وش فيها؟ عمي نواف يدري هزتيلة يلا يا جماعة نفذ الحكم الأول يلا مريم يلا مريم حكم أطفال وش ذا؟ يلا بيكابو 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 خلصت لا 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 بيكابو سويتها لا 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 مريم 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 بدون استهبال مريم بدون استهبال كذا بيكابو علمها ايوه يلا لازم اقول كذا بو لا بيكابو يلا بيكابو ايوه بيكابو 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 يلا تفضل استاذه مريم لا شكرا رفعتها سلطان تو سويت مش ذا هذا مسرع هذا مسرع طبعا هذه بيكابو حقتي وش سوي لا لا ما هذا الطفل اللي قدامك مو راح ينخرش بيضحك
طيب انت تبغى ينخرش يعني كذا يعني يخاف يلا ما راح تخافون تخافون انتو انا قلبي خواف ها تفضل يلا بسرعة يا اخي سويتها والله سويتها خلاص 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 أنا لا وش اللي خلاص على كيفك مريم لو سمحت نفذي ماشي يلا مستر وول في حبيب يلا 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 مريم يلا الله يحفظك يلا عشان تسوينها تروحين تنامين يلا يلا ما في اخر حكم لا 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 مريم فكينا من حكم انه اننا هاربين من المدرسة قولي بيكابو اي لا هاي بيكابو ريح راسك اي خليها على بيكابو 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 ريح راسك يلا يلا بيكابو يا ناس بناتي ضحك وانا اسويها ما في بيبي قدامي طيب حطوا لي بيبي عندك نظارة قدامك انس ها شفتي شفتي اشيلك يلا يلا اسويها ما انا حب ناصر بسويها يلا عشان اعيش الجو يلا يلا بيبي بيبي انس انس تفضل يلا انت بيبي انت بيبي سويت هذه مرة ها هذه يرقة هذه يرقة الله يحفظك مو بيبي هذا بشرة هذا واحد عنده بسطة مرة كني بشرة يلا اوكي اوكي يلا يلا ها نفت واحدة يلا 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 باقي اربع باقي اربع يلا في كابو خاف خاف انس خاف انس ايوه انس سو ردة فعل يا اخي طيب يلا يلا في كابو يمه اوكي اوكي يلا يلا بكتنت بكتنت يا مريم بيكابو بيكابو خلاص ها يا احسن جثوم استغفر الله انا زعمك مريم زعمك يلا مشان السلطان يلا مشان السلطان خلي البنات الحاله يلا يلا الله يحفظكم يلا يا جماعه شكرا يلا لا اصبر يا غدير اسمع مريم يلا اوكي يا ربي